عشنا عدة مواضيع، ولكن من المواضيع المهمة الزحمة المرورية في جامعة الكويت في منطقة كيفان والخالدية، وكان هناك كانت عدة اقتراحات سابقة في هذا الجانب. اليوم يعني خذينا توصيات بسرعة إنشاء مواقف متعددة الأدوار داخل سور الحرم الجامعي في المنطقتين وبالخارج أيضا. الآن داخل الحرم يعني لابد من لجامعة الكويت الإسراع في تنفيذ مشاريع المواقف متعددة الأدوار، وأيضا إعادة تقسيم بعض المساحات الخارجية الموجودة لزيادة سعة السيارات، بالإضافة إلى منطقة الخالدية. يعني عندنا مواقع أخرى لابد من بناء هذه المواقف متعددة الأدوار. فالمرور أيضا له دور أيضا في تنظيم الحركة المرورية في المنطقة، هناك في المنطقة المحيطة بالجامعة.